السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. هنايا غادي نصور معكم واحد المسمن عادي، مسمن عادي. درت هنايا زلافه ديال زلافه ديال الفورص، اونص زلافه ديال الفينو. بغيت غير شويه، غير شويه اللي بغيت ندير صافي. ودرت معاه معلقه صغيره ديال الخل، معلقه صغيره ديال السكر حبيبات، والملح على حسب الذوق، ومعلقه كبيره ديال الزيت، زيت نباتيه صافي. وعجنتو بالماء بارد وخليته يطلق. هذا راه عجنتو من الصباح، دابا راه تقريبا شي 5:30. هادي صافي. هنا البنات، قبل ما نبدا نكور معكم، غادي نوريكم واحد الكريمه كنورق بها، كتجي زوينه. كندير هنايا، درت جوج معالق كبار ديال الزبده، غادي ندير معاهم واحد شويه، غندير معاهم شويه دي نص ديال هادي ديال الخماره ديال الحلوه، ولكن ماشي دابا حتى تذوب. غادي ندير معاها شويه ديال زيت الزيتون، زيت الزيتون، وشويه ديال الزيت العاديه، الزيت النباتيه صافي. وغادي نوريكم اش غندير ليها صافي. هنا قطعت هاد المسمن هكا على هاد القياس، قطعته انا، بغيتو شويه كبير. هنا درت الزبده اللي ذوبت، غادي ندير معاها شويه ديال زيت العاديه، زيت نباتيه. وغادي ندير شويه ديال زيت الزيتون، غير شويه حيت باش ما ديرش لينا الدخان. وغادي ندير معاها الفينو وشويه ديال الخماره، غير نص صافي. وغادي نخلطها حتى تعطيني واحد القوام كريمي، هو باش كندهن المسمن ديالي. غادي نزيد شويه ديال الفينو، صافي. هذا هو باش غادي نبدا نورق صافي. صافي هنا غادي نبدا. اول وحده درتها مازال ما طلقش كاع مزيان، يلاه طلقتو، يلاه قطعتو. غادي نطلقو كامل عاد نبدا ثاني نرجع ليه. انا راه مازال ما ارتاحش، يلاه طلقتو خصو يرتاح. انا مشى عليا الحال، حيت صورت واحد البريوات كنصور فيهم حتى هما، غادي نلوحهم ونحطهم بوحدهم، وغادي نحط المسمن بوحدو، ومشى الحال. مازال كاع ما بديت في البريوات، مازال ما بديت كنورقهم، مازال ما بديت كنعمر فيهم صافي. هنايا كنهز هاد الكريمه هادي، صافي. كنلويو الطريقه العاديه، صافي. غنعاود معكم واحد اخرى، هاد العجينة المسمنة راه كتجي زوينة. درت فيها معلقة ديال الخل والزيت، راه كتجي زوينة، كتجي مورقة ومقرمشة. باش هادشي لاصق ليا في المسمن، غير الزعتر كان هنايا فوق.
صافي غادي نستمر هكا حتى نكمل هادشي كامل اللي بقى عندي. ملي ندير المقلة تسخن نرجع معكم. صافي البنات، هنا بعد ما كملت كل ورقته غادي نبدا باول وحده درتها، غادي نقرصها. كنحاولوا ما امكن نقرصوا في الجناب ملي تيجي غلط. صافي ندير المقلة، غادي نحط السمنة. مكترش الزيت في الطياب بارك، غير داكشي المقلة في الاولى غير درت ليها حيت باقا ناشفة اول، يلا اول وحدة، من بعد راه مكنبقاش نرش بزاف. هنا غادي نرجع لهادي نقلبها. كيجي بالنسبه ديال زيت الزيتون كيجي زوين، زيت العود والله الا كيجي زوين. كاين قال لك ورقوا بها بوحدها، ولكن كدير الدخان كنحملهاش انا بوحدها، كدير الدخان صافي هو راه كيتنفخ، هو راه كيتنفخ. صافي غادي نستمر. صافي ما نطلقهاش بزاف حيت باقي غنهزها وتطلق حيت تلقى هذيك الطيب. ها هو راه كيجي من فوق زوين، كيجي مورق. ندير البوطة تقيلة. صافي غادي نستمر ونسالي ونرجع معكم. صافي البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا، راه كيجي زوين وكيجي مورق. هانتوما شوفوا راه كيجي مورق زوين، غير جربوه بعدا وكيجي حرش، راه ما فيهش الزيت بزاف. صافي هذا هو الشكل النهائي، كنتمنى يعجبكم وتجربوه. شكرا بزاف بزاف البنات، شكرا البنات بزاف بزاف على المشاهده. واللي عجبها الفيديو دير لينا واحد لايك، واللي كتشوف القناه اول مره دير لينا ابوني. وشكرا البنات، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، وصفه جديده.